توج سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، رئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة. توج الفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقات الرئيسية ببطولة أقوى رجل بحريني، والتي أسدل الستار عن منافساتها هذا اليوم، والتي أقيمت تحت رعاية سموه ونظمها المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى الخليفة تحت شعار خلك وحش، والتي وجه سموه لتخصيص ريعها لدعم مرضى السرطان ضمن حملة خلك وحش، والتي تأتي ضمن مبادرات سموه الداعمة للمجالين الإنساني والرياضي. هذا وقد توج سموه البطل عماد القفاص بجائزة أقوى رجل بحريني، وهي عبارة عن سيارة دفع رباعي بعد أن نجح القفاص من تحقيق المركز الأول بمسابقات الوزن الثقيل، معربا سموه عن سعادته بما شهده اليوم الختامي من بطولة أقوى رجل بحريني من مستويات قوية من قبل المشاركين، والتي ساهمت بشكل كبير في نجاح مسابقات الوزن المتوسط ومسابقات الوزن الثقيل التي شهدتها البطولة. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الداعم الأول لنا، والذي كان له الفضل في تحقيقنا للهدف المنشود في هذا اللقاء الرياضي الكبير، مؤكدا سموه أن رعاية ودعم ومتابعة جلالته لأبنائه الرياضيين ساهم في إحراز العديد من النتائج المشرفة في مختلف المشاركات والبطولات. وقد ثمن سموه حضور ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لمنافسات بطولة أقوى رجل بحريني من قلب الحدث، والذي انعكس بشكل واضح على نجاح هذه الفعالية الرياضية التي شهدت مشاركة كبيرة من الشباب البحريني، والتي قدم خلالها المتسابقون مستويات كبيرة. هذا وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن سعادته بما شهده اليوم الختامي من مستويات فنية وقوية في مسابقات الوزن المتوسط والوزن الثقيل، والتي برهنت على المستويات الفنية والقدرات التي يمتلكها هؤلاء المشاركون، والتي انعكست بصورة واضحة على إبراز الحدث، والتي حققت الأهداف التي رسمها سموه، والتي تتركز على احتضان الشباب في منافسة شريفة تعزز من العلاقات الاجتماعية بين أبناء مدن وقرى مملكة البحرين، وتنمي مبدأ الأخوة بينهم، وتشجعهم على إطلاق قدراتهم ومواهبهم في مثل هذه الرياضات، بما يخدم تطوير وارتقاء منظومة الرياضة، ويساهم في اكتشاف المواهب المتميزة والخامات الرياضية التي يمكن الاستفادة منها. وقال سمو الشيخ إن البطولة استطاعت أن تشق طريقها بنجاح وفق الأهداف التي رسمناها، والتي شجعت على احتضان الشباب البحريني المحب والممارس لهذه الرياضة، ومنذ الانطلاقة الأولى فإن المؤشرات تشير إلى أن النجاح الكبير واتساع رقعتها خصوصا مع العدد الكبير الذي شارك فيها، وإن البطولة تؤكد النجاحات تلو النجاحات في تحقيقها للأهداف والتطلعات، والتي من شأنها أن تدفع للنهوض بهذه الرياضة وتساهم في استمرارها من خلال المواهب التي تفرزها هذه البطولة، والتي يمكن أن تكون متواجدة على مستوى أكبر. وأشار سموه إلى أن مثل هذه الرياضة، وهي واحدة من الرياضات التي تمنح ممارسها الفرصة للتغيير واكتساب الصحة والجسم السليم، وكذلك القوة البدنية والتحمل، بالإضافة إلى الإصرار والتحدي على تحقيق المستحيل. هذا وأوضح سموه أن التنظيم الرائع الذي خرجت به البطولة يؤكد الاحترافية العالية التي يمتلكها الشباب البحريني، مؤكدا سموه أن اللجنة المنظمة العليا وجميع العاملين في لجانها الفرعية بذلوا جهودا كبيرة في إدارة المنافسات، مبينا سموه إن تنظيم مثل هذه البطولات يعزز من مكانة البحرين كدولة متقدمة في تنظيم مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية، مثمنا سموه في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي بذلها جميع العاملين للخروج بالنجاح المنشود في هذه الفعالية الرياضية المتميزة. هذا وشهد سموه منافسات اليوم الأخير من بطولة أقوى رجل بحريني بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة
نجل سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وسمو الشيخ عبد الله الفاتح بن محمد بن سلمان آل خليفة سفير في ديوان وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين بالقطاع الرياضي بالمملكة والتي شهدت إقامة مسابقات الوزن المتوسط ومسابقات الوزن الثقيل، مؤكدا سموه أن تلك المستويات التي ظهر بها المشاركون عكست التحضيرات الكبيرة والقوية التي استعدوا من خلالها لهذه المشاركة. كما وتوج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقات الوزن المتوسط والوزن الثقيل. ففي الوزن المتوسط أحرز المتسابق الشيخ عبد الله بن خليفة بن أحمد آل خليفة المركز الأول، فيما حصل المتسابق أحمد محمد طه على المركز الثاني، وحصل المتسابق شاهين محمد البوعينين على المركز الثالث. وفي الوزن الثقيل فاز المتسابق عماد حسين القفاص بالمركز الأول، وأحرز المتسابق سلمان سالم عبد الله المركز الثاني، فيما حصل المتسابق علي عارف السيد على المركز الثالث. فيما توج سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة الفائزين بالمراكز الأولى بالوزن الخفيف، حيث أحرز سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على المركز الثالث، فيما فاز المتسابق إسماعيل سويد العمري بالمركز الأول، وحصل على المركز الثاني المتسابق خالد علي الضفيري. كما توج سمو الشيخ عبد الله الفاتح بن محمد بن سلمان الخليفة الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الألعاب المصاحبة. Thank you.
تقييم لحقيقة المستوى الذي كشفت اللثام عنه بطولة أقوى رجل بحريني، المستوى الرائع الذي بدا عليه مختلف المتسابقين البحرينيين ممن تعددت الأسباب وراء مشاركاتهم. أولا أنا حاب أني أشكر سيدي جلالة الملك على دعمه لنا واهتمامه للبطولة هاي نفسها، طبعا وشكر خاص حق ناصر أخوي على متابعته ويعني أسئلته اليومية اللي على البطولة هذه. فالبطولة هذه جات من فكرة من ولا شيء، يعني مثل ما أنت عارف إذا بنتكلم عن هالبطولة كعالميا فهي معروفة، لكن في البحرين هي شيء جديد، والرياضات الجديدة في البحرين احنا نحب ان احنا نطورها وننميها. والحمد لله يعني كأول بطولة المشاركين 142 مشارك في الأوزان الثلاث، فالحمد لله يعني المشاركة كانت ناجحة. والتنظيم نشكر عمر بكمال والفريق كامل اللي شارك وياه على نجاح البطولة هذه، مثل ما انتم شايفين الناس كلها حاضرة ومستانسة، يعني فإن شاء الله انها ما بتكون أول وآخر واحدة، بتكون الأولى للمشوار الجديد إن شاء الله للبطولات. يعني عندك المشاركين كلهم ناس تتمرن في الجمات، ولكن ما في أي بطولة انه يقدر يشارك فيها انه تخص رياضة اللي هو يمارسها يوميا. فالواحد اللي يروح الجيم يتمرن في الجيم ويشيل الأوزان ويتعب كل يوم، لكن في النهاية هو مو رجل كمال أجسام، هو رجل مجرد أنه يروح الجيم ويشيل أثقال. فالرياضات هذه نفس الأقوى رجل بحريني ونفس ألعاب المصاحبة هي اللي تخلي الناس اللي يتمرنون في الجيم أن تكون لهم رياضة، تكون لهم منافسات، تكون لهم شيء أن هم يقدرون ينافسون بعض فيه. فبالعكس يعني هي مثلها مثل أو أنه لعبة غير عن الكروسفيت، لكنها نفس الطريقة. يعني ف الناس يتمرنون في الجيم ويشوفون بعض في الجيم تحصلهم انه يتنافسون حتى في تمارينهم عشان البطولات الثانية. فالحمد لله يعني كل أودع أمانيه عند قدرات جسده التي يراها خارقة، مع الأخذ بعين الشدة بواطن النفس الفطرية التي لا تعترف بمبدأ الاستسلام وعدم تقبل الخسارة بسهولة حتى الرمق الأخير. هاي منافسة قوية وحفز الشباب على الألعاب القوية، إبراز الذات مثل ما تقدر تقول، ونشارك يعني كبحرين فحق هالرياضة. أول مرة أشارك في اللعبة، سابقا لاعب كمال أجسام، أول مرة أصير في البحرين هاي اللعبة، وما شاء الله يعني الاستعدادات والبطولة ناجحة، يعني مبين من أمس يعني الوزن الخفيف تابعناها، وإن شاء الله نتوفق، يعني أهم شيء نشارك يعني كبحرينيين. يعني واقع فرض نمطا متنوعا من منافسات تمايزت فيها المقاييس البدنية حسب التحمل والمقدرة الكلية على مجاراة ألعاب تحتاج قوة جسمان كبيرة تستطيع إنهاءها بالوقت المحدد وصولا عند خط النهاية. تمريني بدأ وكان كله توجيه من سمو الشيخ خالد على بدء هذه البطولة، وعدينا الحمد لله الحمد لفترة شهرين حققنا المراكز الأولى الحمد لله. عندي مشاركات خارجية برا البحرين وانا متمكن من هاي اللعبه، يعني ما كنت مستغرب، هاي يعني كانت عاديه، بس اشكر سمو الشيخ خالد ما قصر، فتح المجال في هاللعبه في البحرين لان كانت ممحيه. العزيم انه في ما في شيء يعني يوقفنا ان احنا نشارك في اي مشاركه احنا نستطيع ان نشارك فيها. بطوله اقوى رجل بحريني افلحت في اظهار الذات الرياضيه لشباب بحريني تمتع باللياقة الكافية التي أهلته للتفرد باللقب أو بالفوز الذي عزف بوتيرة مسابقات للوزن الخفيف والمتوسط والثقيل كشد الحبل وسحب الجرجور ومصارعة الأذرع ومشية الفلاح ورفع السيارة وسحبها وغيرها من المسابقات التي خاض المتنافسون قواعدها الحماسية بهمة ونشاط طيلة يومين متتاليين. هو استثارة فعلية لمكنون ومخزون القوة التي تتفاوت بحجمها بين الإنسان والآخر. نزالات لألعاب متنوعة الخفيفة منها والثقيلة رغب في خوضها الباحثون عن الإثارة والندية وإبراز الذات وتمكنها من حصد اللقب الأثمن.
كأقوى رجل بحريني لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.